اول حاجه نبدا نتكلم عليها هي يعني ايه ميكانيكال فنتليتور، ايه الديفينيشن بتاع ميكانيكال فنتليتور. ميكانيكال فنتليتور هو عباره عن لايف سستيننج ديفايس that supports or replaces spontaneous breathing of the patient. Spontaneous breathing هو ده التنفس التلقائي اللي بنقوم بيه من غير أي مساعدة خارجية. عامة نقدر نعرف two components هم دول اللي بيساعدونا في عملية التنفس، أو هم دول المكونات بتاع عملية التنفس. المكون الأول هو respiratory muscles، المكون الثاني هو ال breathing control system. Respiratory muscles هي بتقوم بال effort بتاع respiration، والبريذنج كنترول هو ده اللي بيحدد التايمنج بتاع الريسبيريشن، هو بينيشيت الريسبيريشن بالنسبه للانسان. فلو هما الاثنين، واحده بالنسبه للريسبيراتوري ماسل تعتبر سفيشنت يعني كافيه وسليمه، والبريذنج كنترول سيستم موجود يعني انتاكت، فبيقدر البيشنت يقوم بسبونتينيوس بريذنج من غير اي مشكله خالص. لو حصل ان في احد المكونات دي فيه مشكله او كلاهما، بنحتاج عندنا يبقى في ميكانيكال فنتليتور. على سبيل المثال، في نوع من انواع الابلكيشنز الميكانيكال فنتليتور اسمه سبورتد سبونتينيوس بريذنج. في الحاله دي بيبقى الريسبيراتوري ماسلز بتبقى ضعيفه، وفي نفس الوقت البريذنج كنترول موجود، فبالتالي اللي احنا بنعمله هنا الميكانيكال فنتليتور بيقوم بمساعده الريسبيراتوري ماسلز عشان تقوم بالافورت بتاع الريسبيريشن في وقت الريسبيريشن. البيشنت هو اللي بيحدد الوقت لما بيجي ياخد نفسه، الميكانيكال فنتليتور بيساعده عشان يقوم بالعمليه دي ويقلل الافورت اللي محتاج يعمله. حاله ثانيه كنترول فنتليشن، بنتكلم بقى في الحاله دي ان في عندنا مشكله في البريذنج كنترول، فبيسكلي ما فيش عنده حاجه بتنيشيت البريذنج، فبالتالي عنده مشكله لو سيبناه كده ما يقدرش يتنفس. فبالتالي هنا بقى في الحاله دي، سواء كان الريسبيراتوري ماسلز سليمه او فيها مشكله، الميكانيكال فنتليتور بيريبليس العضلات والكنترول سيستم بتاع الانسان، فبيشتغل بيعمل التو جوبس في نفس الوقت، فبنسميه كنترول فنتليشن. ممكن يبقى بعض الاحيان في عندنا ميكشر من الاثنين، فممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها ميكسد فنتليشن، ممكن يبقى بيعوض بعض الضعف في الريسبيراتوري ماسلز، وفي نفس الوقت ممكن يبقى في عندنا البريذنج كنترول موجود بس في ريستريكشن، او ما في يعني ما هوش ثابت او ما هوش يعني ستيبل. فبالتالي بنحتاج ان احنا نعمل ميكشر من الثلاث انواع دول، وزي ما هنشوف بعد شويه في عندنا حاجات اسمها مثلا انترميتنت كنترول، او في عندنا حاجات بنسميها مثلا يعني حاجه زي مثلا بنعمل سبورت مثلا في وقت معين. ف يعني ده عباره عن يعني بعض الحاجات اللي بنحتاج ان احنا نعملها علشان نسبورت البيشنت ونسستين حياه البيشنت اللي هو محطوط على الفنتليتور. لو بنتكلم على السبونتينيوس بريذنج سايكل عموما، هي فيها يعني جزئين اساسيين، جزء الانسبيراتوري تايم وجزء الاكسبيراتوري تايم. الاكسبيراتوري تايم بيحصل فيه بوزيتيف فلو من بره لجوه بحيث ان هو يملى اللانجز، وبيسكلي يعني ده اللي بيساعدنا ان احنا نملى اللانجز بالهواء عشان تعمل اكسشينج اوف جاسز مع الدم. بعد عمليه الانسبيريشن بيبقى في عندنا حاجه بنسميها الانسبيراتوري بوز. بوز دي مرحله توقف، يعني البيشنت بيتوقف فيها بعد ما عمل عمليه الانسبيريشن، لسه الهواء داخل اللانجز، بيستنى شويه على اساس عمليه الاكسشينج تتم داخل اللانجز. بعد كده اوتوماتيكلي بعمليه باسيف، عمليه الاكسبيريشن بيليت اوت الهواء اللي موجود عنده في اللانجز، بحيث ان هو بيسكلي يبقى في عندنا نيجاتيف فلو، والنيجاتيف فلو ده يبتدي بفاليو عاليه جدا. طبعا بنتكلم على نيجاتيف دايركشن، معناها ان هو خارج من جوه لبره، ويفضل يقل الفلو دوت لغايه لما يوصل لصفر. هنا بتنتهي مرحله الاكسبيريشن فلو. بعد كده في بعض الاحيان بيبقى في عندنا برضو بوز بعد عمليه الاكسبيريشن، والتوتال بتاع كل واحده من المودز اللي فيها فلو والبوز اللي بعديها بندخلها في الجزء الريسبيراتوري سايكل الخاص بيها. لو نتكلم على هدف الريسبيريشن عموما، هو عمليه الجاس اكسشينج. احنا هدفنا ان احنا في الاخر نوصل اكسجين، نعمل جاس اكسشينج بتوين الهواء اللي موجود عندنا في الالفيلاي اللي موجود عندنا داخل اللانجز، مع الهواء او مع الغازات اللي موجوده عندنا داخل الدم. عامه هنلاقي الشكل بتاع الاكسشينج بيسكلي بيبقى حاجه بالشكل ده كده، عندنا الفيلاي او الفيولوس وعندنا كابيلاري، هنا في دم وهنا في هواء. بيبقى في النص هنا طبعا هنا جدار الالفيولس بنسميه الفيولار ابيثيليوم،
وجدار الكابيلاري بنسميها كابيلاري اندوثيليوم. الاثنين دول طبعا بنعتبرهم اكنهم زي حاجه مثلا قريبين في الكاركترستيك بتاعتهم من الميه، انما هنا في يعني هنا في غاز هواء، يعني في طبعا اكسجين وفي كل حاجه. هنا بنتكلم على ان الناحيه الثانيه في الكابيلاري بلاد بيبقى في عندنا مثلا سي او 2، وعندنا بعض الاو 2 طبعا بنسبه اقل، بيبقى طبعا دايبين داخل الدم. عمليه الاكسشينج بتوين الاثنين بتتم عن طريق بروسيس كومبليتلي يعني باسيف، هي عمليه الديفيوجن، والديفيوجن اساسا قائم على وجود اختلاف في الكونسنتريشنز بتوين الجنبين. فوانس ان يبقى في عندنا يعني تو كومبارتمنتس بينهم فرق في البريشر، مثلا بتكلم على الكونسنتريشن بتاع الاو 2 بنتكلم مثلا هو في الالفيولس بيبقى عالي، وفي الدم بيبقى بيسكلي بيبقى قليل. بعد ما بتنتهي عمليه الديفيوجن بيبقى هما الاثنين في نفس الليفل. فوانس ان في ديفرنس في الكونسنتريشن بين الاثنين بيبتدي يحصل اكسشينج لل ال او في نت فلو بيسكلي، او نت يعني ترانسفير من الاكسجين اللي موجود عندنا في الالفيولاي للدم. بتنتهي العمليه لما يكون الاثنين زي بعض. عمليه الديفيوجن طبعا كعمليه باسيف هي بتعتمد على مجموعه حاجات وحاجات ثابته، وطبعا ما بتحتاجش انرجي. بنتكلم على اول حاجه هي البارشال بريشر جريدينت. البارشال بريشر بالنسبه للغازات هو زي كونسنتريشن بالنسبه للسوليوتس اللي موجود عندنا في محلول مثلا. فكل ما البارشال بريشر جريدينت زاد، كل ما بقى في عندنا قوه دفع اكبر تسمح لنا ان احنا نعمل ديفيوجن بشكل اسرع. الحاجه الثانيه هي ثيكنس اوف بارير. البارير اللي بتوين الاثنين دول، بتوين التو كومبارتمنتس، كل ما البارير ده بقى اكبر كل ما كان السبيد اوف ديفيوجن بتاعتنا بقت اقل. يعني هنا ده بيأثر بشكل بوزيتيف، هنا بيأثر بشكل نيجاتيف. طبعا المشكله عندنا في المرضى اللي عندهم مثلا حاجه زي نيومونيا، او في بعض الاحيان مثلا طبعا زي اللي بيحصل في الكوفيد 19 مثلا، بيبقى في عندنا بعض الاكيوميليشن فلويدز داخل الالفيولاي مثلا. فالحقيقه الاكيوميليشن اللي بيحصل للفلويد داخل الالفيولاي بيزود الثيكنس اللي موجود بتاع البارير، يعني البارير بيبقى الثيكنس بتاعه اكبر من الحاله الطبيعيه. فبالتالي زياده الاكسجين لما بنحاول ان احنا نزود البارشر بريشر بتاع الاكسجين، لما ندي المريض هواء فيه اكسجين زياده، ده بيحاول يعوض النقص اللي حصل نتيجه للثيكنس اوف بارير. فدي الحاجه الاساسيه اللي احنا علشانها بنحاول ان احنا ندي البيشنت هواء يكون فيه اكسجين اكتر شويه. عشان نقدر نفهم عمليه التنفس عموما لازم نبتدي نتكلم على مجموعه equations of motion كده عشان نفهم العمليه دي بتحصل ازاي. وطبعا ساعات كتير قوي بيبقى مفيد ان احنا نعمل electrical analogy، يعني نلاقي كده حاجات similar او ندي مقابل لنفس ال quantities كده ب electrical quantities عشان نتخيل العمليه ماشيه ازاي. عامة لو احنا بنتكلم على electrical quantities، لو انا تخيلت ان في عندي دايره ميكانيكيه بالشكل ده كده، فيها pump، فيها هنا فلو بيحصل في انابيب واسعه، وفي عندنا هنا فالف بيتحكم في الفلو، وفي عندنا جزء في الانبوب مثلا بيبقى فيه كونستريكشن، يعني في هنا ضيق شويه في الانبوب. هنا ده ممكن نمثله اكشوالي بسيركت بنفس الشكل ده كده بالظبط. لما يكون في عندنا بامب بنمثلها بانها باتري. لما بيكون عندنا يعني بيبقى في فولتج سورس، يعني لما بيكون عندنا هنا البامب طبعا بتعمل بريشر، فبالتالي البريشر ده قصاده هنا بيبقى فيه فولتج. الفالف ده اكنه سويتش بالظبط، يعني الفالف ده لو خليته اوف يبقى معنى كده السويتش ده اوف، لو خليته اون يبقى معنى كده السويتش ده اون. الكونستريكشن ده بيبقى مقابل ريزيستنس موجود عندنا، بمعنى كل ما انا زودت الكونستريكشن كل ما كان الفلو اقل، يبقى كارنت هنا مقابل للفلو. ففي عندنا ميكانيكال والكتريكال كوانتيتي ممكن نلاقيها انها فيري سيميلر لبعض، يعني البريشر دايما في الميكانيكال كوانتيتيز بيبقى مقابل للفولتج، الفلو مقابل للكارنت، الفوليوم هو عباره عن انتجريشن بتاع الفلو بيبقى مقابل للتشارج اللي هي الانتجريشن بتاع الكرنت. الريزيستنس في الاثنين الحقيقه هي نفس الحاجه، يعني في عندنا حاجه اسمها ميكانيكال ريزيستنس، في حاجه اسمها الكتريكال ريزيستنس، هما الاثنين نفس الحاجه. في عندنا حاجه بنسميها كومبلاينس هنتكلم عليها دلوقتي حالا، مقابل الكاباسيتنس في الالكتريكال كوانتيتيز، وطبعا الفالف اتكلمنا عليه ان هو مقابل للسويتش. بالنسبه للهيومن ريسبيراتوري سيستم ممكن ان احنا نبتدي نتكلم على بعض المكونات فيه، ان هي في عندنا الابر اير وايز بتبقى عباره عن تيوب حاجه بالشكل ده كده، وممكن تبقى ريستريكتد شويه فبيبقى لها ريزيستنس، والريزيستنس دي بتبقى ديفايند ان هي البريشر على الفلو. لو شفنا هنا كده الريزيستنس بالنسبه للالكتريكال كوانتيتيز هي الفولتج على الكرنت،
هي مقابل ليها هنا بريشر على الفلو. يعني لما انا بحط هنا بريشر واقيس الفلو اقدر اعرف الريزيستنس عامله ازاي. كل ما كان عندي ريزيستنس عاليه كل ما كان لازم احط بريشر اعلى بكتير جدا عشان اخد نفس الفلو. بيبقى في عندنا الجزء الثاني اللي هو عباره عن الالفيلاي. الالفيلاي دي بتبقى فيري يعني فيري الاستيك، يعني بتبقى بيسكلي اكنها زي البالون بتاع الاطفال كده، بنقدر ان احنا نخليها الفوليوم بتاعها كبير قوي بشويه بريشر قليلين. فبنتكلم فيها على حاجه بنسميها الكومبلاينس. كومبلاينس دي عباره عن الفوليوم على الفوليوم على البريشر. الفوليوم ده اللي هو مقابل للتشارج على البريشر هو مقابل للفولتج. طبعا احنا عارفين بالنسبه للكاباستور بيبقى عندنا الكيو بتساوي سي في في اللي هي الكاباستنس في الفولتج. فبالتالي هنلاقي ان دي فعلا مقابله، كومبلاينس دي مقابله للكاباستنس. فبيزيكلي لما بتكلم على الكوانتيتيز بالشكل ده احنا حقيقه مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نقدر نكاركترايز الكوانتيتيز دي، لان هي فعلا بتفرق معانا في عمليه الكنترول اللي موجود عندنا في الفنتليتور. هناخد مثال على كده دلوقتي. على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على عندنا الفيلنج بتاع نورمال لانج يونت، لو بتكلم ان انا بعمل فيلنج لبيسكلي عندي هنا الفيولوس كان شكلها كده، عايز انفخها تبقى شكلها بالشكل ده كده باستعمال هواء من خارج الجسم. فبنلاقي ان الكيرف بتاع شكله كده بيطلع ببطء شويه بس في الاخر بيملى الالفيولوس دي بحجم كبير. لو حصل ان عندي لو كومبلاينس يونت، لو كومبلاينس معناها ممكن اتخيل ان البالون دوت ما هواش معمول من ماده رقيقه تقدر تغير الفوليوم بتاعها او تزيد في الفوليوم بشكل سريع، لا بتبقى معموله من ثيكر ممبرين. فبالتالي بننفخ فيها ببريشر معين بنوصل فيها ان احنا هتتنفخ بسرعه اولا، بس في الاخر بتتنفخ لحجم اقل، يعني الفوليوم الماكسيمم بتاعها بيبقى اقل بكتير من الفوليوم اللي انا باخده من النورمال لانج يونت. فلما بيكون عندي لو كومبلاينس معناها ان انا بيسكلي باخد فوليوم اقل من الفوليوم الطبيعي اللي باخده من النورمال لانج يونت. طبعا بتكلم على المثال زي كده، لو انا بتكلم على كاباسيتنس بالشكل ده كده، لو انا بتكلم على دايره بتاعتي بالشكل ده كده لما بحطها في الاي البوزيشن للسويتش يبقى في بوزيشن اي، يبقى انا بتكلم على الانسبيريشن، بعمل موديل للانسبيريشن، بحطها في البوزيشن بي يبقى موديل للاكسبيريشن. فعمليه الانسبيريشن هي عباره عن اكني بعمل تشارجنج لكاباستور من خلال دايره زي كده. الكاباسيتنس اللي هنا لو كانت صغيره اللي هيحصل لها التايم كونستانت هيكون صغير جدا، فمعنى كده انها تتملي بسرعه، يعني بمعنى عمليه التشارجنج هتطلع بسرعه وتنتهي بسرعه. بس المشكله ان الفولتج اللي هنا ده او كميه التشارج اللي موجوده هنا في الكاباستور هتكون اقل من لو كان الكاباستور القيمه بتاعته اكبر. يعني هنا بنتكلم اكن ده كاباستور اكبر وهنا كاباستور اقل، فهنا بياخد وقت اطول عشان يعمل تشارجنج او يملا الكاباستنس او يملا اللانج يونت، هنا بياخد وقت اقل بس هنا كميه الهواء اقل من هنا. طبعا احنا محتاج طبعا كميه الهواء تكون اكبر ما فيش شك. الحاله الثالثه بالنسبه للريزيستنس، ممكن يبقى عندنا الجزء اللي بيوصل الالفيولاي اللي هي الاير ويز نفسها اللي هي الانابيب اللي هي الشعيبات الهوائيه اللي هي بتوصل في الاخر للالفيولاي اللي هي التشعبات بتاعت الانابيب اللي داخل اللانجز. لو هي ثيكر او هي اضيق اللي بيحصل انها الريزيستنس بتاعتها بتبقى ازيد، زي ما بنتكلم على ان لو في عندنا كونستريكشن في انبوب مثلا ولا حاجه بيدينا ريزيستنس اكتر في فلو سيركت. فبالتالي نتيجه لكده بيحصل ان انا هنا نفس الحاجه اللي كانت بتحصل هنا بالظبط، بيبقى لما بزود هنا الريزيستنس هنا بقت اكبر بيبقى التايم كونستانت بتاعي اكبر، فبالتالي باخد وقت اطول على بال ما املى الالفيلاي. فبالتالي دي حاجه برده مش كويس، يعني لما يكون عندي لو كومبلاينس بيبقى حاجه فيها مشكله، ولما يكون عندي انكريزد ريزيستنس بيبقى فيها مشكله. طبعا لو احنا بنمثل عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن بدايره فيها ار سي، يبقى الار دي هي عباره عن الريزيستنس بتاعت الاير ويز، والسي دي هي الكومبلاينس بتاعت اللانج يونتس. كل ما كان الريزيستنس اصغر وكل ما كان الكاباسيتنس اكبر كل ما كان ده هيلثير. بقى البيشنت دلوقتي يقدر ياخد كميه هواء كبيره ببريشر قليل، وفي نفس الوقت ما فيش اعاقه لعمليه التنفس، فبالتالي بيحصل بشكل افكتيف، بيحصل بشكل يعني الوقت بتاعه بيبقى محدود، يعني بقدر اخد املى اللانجز في وقت يكون قليل. لما بيكون في عندي مشكله ان واحده من دول لو دي اكبر او دي اقل
بيعمل مشكله ان بيخلص بسرعه، ممكن يخلص بسرعه لو الكاباسيتنس اقل، بس المشكله بياخد كميه هواء اقل. بالنسبه للريزيستنس لو اكبر، في نفس الوقت بيملى كميه هواء في الالفيولاي اقل من لو كان الريزيستنس اقل. عمليه الاكسبيريشن بيسكلي هي عمليه باسيف، يعني زي ما يكون عندي دلوقتي بعد ما انا شحنت الكاباستور ده خلاص، انا دلوقتي قفلت السيركت في البي، خليت السيركت مقفوله بين النقطه دي وبي، فبالتالي بقى دلوقتي الهواء اللي موجود هنا دلوقتي بيعمل فلو في الابر اير ويز عشان يطلع بره الجسم. وبالتالي بنتكلم على في الحاله دي طبعا بنتكلم على نفس الحاجه اللي بتحصل هنا، بتحصل بالعكس هنا، انا هنا بس بفضي الكاباستور، بمعنى ان انا الهواء اللي انا اخدته قبل كده في الانسبيريشن بيطلع من خلال الابر اير ويز في عمليه الاكسبيريشن. الحقيقه الموديل الالكتريكال اللي بالشكل ده كده ممكن يوضح، لان في فرق بين الابر اير ويز وفي فرق بين اللانجز، يعني اللانجز نفسها اللي هي الالفيلاي نفسها اللي هي بيبقى فيها الهواء هي اللي بتعمل اكسشينج. فمهم جدا عشان نعرف سبب مشكله معينه في عمليه التنفس، لازم نعرف اذا كان المشكله دي ناتجه عن طريق الابر اير ويز او الاير واي ريزيستنس عموما، او عن طريق مشكله داخل الالفيلاي نفسها. نبدا دلوقتي نتكلم على الفانكشنال بلو ديجرام ميكانيكال فنتليتور. بيسكلي في الاول خالص الانبوت للميكانيكال فنتليتور هو عباره عن اكسجين واير. هو بياخد الاكسجين والاير دول يعمل ميكسينج ليهم بالنسبه للطبيب طلبها. طبعا احنا بنتكلم عن نسبه الاكسجين في الهواء الجوي بتبقى حوالي 21%. الطبيب ممكن يطلب انها تكون من 21% لغايه 100%، يعني ممكن يطلب بارتيكولار ميكتشر حسب حاله المريض زي ما كنا بنتكلم، علشان يحاول يعوض اي مشاكل موجوده نتيجه للثيكنس اوف بارير داخل الالفيلاي. فبالتالي بيبقى في عندنا اول مرحله في الجهاز هي عمليه الجاس ميكسر، والجاس ميكسر ده هو بيسكلي بيقوم بالعمليه دي ان هو حسب الانبوت من الطبيب هو بيعمل بعمليه الميكسنج دي بشكل سليم. طبعا بيبقى في عندنا طبعا باور سبلاي، بيبقى يعني الكتريكال باور طبعا بيبقى للجهاز كله. وبعد كده بعد ما بيبقى في عندنا عمليه الجاس ميكسنج دي تمت، بناخد الميكشر اوف جاسز دوت ونروح بيه بعد كده لحاجه اسمها فلو او بريشر جنريتور. لو احنا تذكرنا عمليه الانالوجي بتوين الميكانيكال والالكتريكال كوانتيتيز، احنا هنا بنتكلم على ان احنا بنحط حاجه زي فولتج سورس او كارنت سورس. لو احنا بنتكلم على بريشر جنريتور يبقى بنتكلم على فولتج سورس، لما بتكلم على فلو جنريتور بتكلم على كارنت سورس. لو عندي دايره فيها ريزيستنس وكاباسيتنس وعايز ان انا اشحن الكاباسيتنس دي، ممكن ان انا احط كارنت سورس واشحن بيه الكاباسيتنس بشكل زي ما بقدر اشحن بفولتج سورس. فهنا احنا ممكن نختار بين الاثنين، وعاده ممكن الطبيب يختار اذا كان هو عايز يمشي بدي او بدي زي ما هنتكلم بعد شويه. بعد كده يعني الجنريتور ده كده ده السورس نفسه، بيبتدي بعد كده انترفيس مع البيشنت من خلال حاجه بنسميها البريدنج سيركت. دي عباره عن عمليه الانابيب اللي هي بتوصل من الجهاز للبيشنت، وهي بيسكلي يعني بتبقى عباره عن بس باسيف سيستم كده، بيتيح مثلا زي الانابيب دي كده بيتيح للهواء اللي احنا عملناه له يعني جنريشن هنا، سواء كميكشر او كبريشر او كفلو، وفي الاخر ده يوصل، عايزين يوصل في الاخر للبيشنت علشان يقدر يعمل عمليه الفنتيليشن. فبالتالي الجزء البريدنج سيستم ده بيبقى عاده باسيف. قبل ما الهواء يوصل للبيشنت لازم يكون في عندنا حاجه بنسميها هيوميديفاير. هيوميديفاير ده هدفه ان هو يرطب الهواء اللي رايح للبيشنت، عشان زي ما هنشوف بعد شويه لو الهواء ما هواش فيه رطوبه، لو هو دراي ممكن يعمل بعض المشاكل الصحيه بالنسبه للبيشنت. فالهواء بيروح كده للبيشنت بيسكلي يعمل عمليه الانسبيريشن. وانس عمليه الانسبيريشن خلصت، بيبقى في طريق تاني يمشي فيه الهواء علشان يعمل اكسبيريشن من خلال برضه البريدنج سيستم. والبريدنج سيستم هنا المره دي بقى مش بيرجع تاني للفلو جنريتور، لا بيمشي في طريق تاني خالص بنسميه بنروح حاجه اسمها اكسبيراتوري فالف. ده عباره عن فالف يعني بيفتح لما بعمل اكسبيريشن، ممكن اتحكم فيه علشان يعني مش يفتح بشكل كامل، يفتح بشكل انا محدده علشان بيبقى فيه بعض الفوائد الصحيه ان حاجه زي كده تحصل. وبالتالي الهواء اللي خارج بعد كده منه بيروح بعد كده في الغرفه او في اي يعني بيطلع خارج الجهاز عموما. وبالتالي الجهاز الحقيقه في منتهى البساطه زي ما انتم شايفين. طبعا بيبقى في عندنا مجموعه من الحاجات الاضافيه لازم تكون موجوده. بدايه بيبقى في عندنا مونيتورنج اند الارم سيستمز،
بيبقى في عندنا يعني عشان نقدر نعمل جنريشن للفلو او البريشر المطلوب، لازم بيبقى في مونيتورنج للبريشر وللفلو اللي داخل للبيشنت، وبالتالي بنعمل لها كنترول علشان نقدر نوصل مثلا نسبة الهواء اللي احنا عايزينها، او يعني كمية الهواء اللي احنا عايزين نوصلها للبيشنت، ونتأكد ان الهواء البريشر بتاعه سيف بالنسبة للبيشنت وهكذا. بيبقى في عندنا طبعا حاجة زي يعني حاجة زي يوزر انترفيس. يوزر انترفيس بيبقى حاجة عادة بالشكل ده كده، يسمح للطبيب ان هو يحدد البارامترز بتاعت الفنتيليشن علشان الجهاز يقوم بيها بشكل سليم. فبيسكلي هنبتدي نتكلم دلوقتي على كل واحدة من البلوكس دي بشكل مفصل أكتر. أول مرحلة هي مرحلة الانبوت جاسز. طبعا الهواء بيجي عادة بالنسبة للاي سي يو بيجي من خلال الميديكال جاس سبلاي، بيبقى في عندنا اوتلت زي كده، بيبقى في عادة عدد من الغازات، منهم اساسا الكومبريست اير ومنهم الاكسجين، وفي بعض الحاجات التانية ممكن ساعات يبقى في فاكيوم عشان بيستعمل في بعض الاجهزة برضو، بس احنا بالنسبة لنا بيبقى في عادة بيبقى في اير وبيبقى في اكسجين. عادة الكلام ده بيتعمل مثلا بالنسبة للأكسجين بيتعمل عن طريق بيبقى في عندنا وحدة للغازات المركزية بتبقى بيسكلي على بريشر عالي الحقيقة، وفي الآخر بتوصل البريشر الموجود عندنا في الأوتلت دي دايما هو يكون حوالي 4.1 بار. 4.1 بار طبعا كبير جدا بالنسبة للهواء الجوي، طبعا ما نقدرش ناخده على طول بالنسبة للبيشنت، بس النقطة ان احنا ممكن ناخده بعد كده نوصله للبريشر اللي احنا عايزينه بحيث ان احنا نقدر نستعمله عندنا في الفنتيليتور. عادة الفنتيليتور بيبقى معمول علشان ينترفيس اساسا مع الهوسبيتال جاس سبلاي، وبيبقى مثلا اسيومنج ان البريشر اللي موجود فيه حوالي 4.1 بار، بس بياخد رينج مثلا من اقل شويه من كده لاكتر شويه من كده، بحيث ان هو برضو ياخد في اعتباره الفلكتويشنز ممكن تحصل في السبلاي. فبالتالي ده انبوت، واحده من الانبوت الاساسيه اللي موجوده عندنا في جهاز الفنتيليتور. الحاجه الثانيه السورس الثاني للاكسجين ممكن يبقى جاي من اكسجين سلندر. اكسجين سلندر ده هو اصلا بيستعمل مثلا في لما بتكلم على عندي مثلا حاجه زي يعني تانك كبير كده بيبقى ريزيرف مثلا بالنسبه لشبكه الغازات، لا احنا ممكن يبقى في عندنا انبوبه اكسجين عاديه، وطبعا في انابيب الاكسجين بيبقى لها احجام مختلفه. الحقيقه انابيب الاكسجين بيبقى البريشر اللي موجود فيها النومينال بريشر بتاعها بيبقى اكبر بكتير قوي من الاربعه بار اللي موجوده عندنا في شبكه الغازات، فبنتكلم مثلا على حاجات كلها فوق ال 100 زي ما حضراتكم شايفين. فبالتالي لازم يبقى عندنا الفنتيليتور عاده بيبقى لازم يبقى له دي والسبلاي، يبقى بيقدر ياخد من شبكه الغازات ويقدر ياخد من سلندر، بس لما بناخد من سلندر لازم يبقى في عندنا بريشر ريدكشن فالف بحيث ان هو يقلل لنا البريشر اللي طالع من السلندر للاربعه او 4.1 بار اللي موجود عندنا في شبكه الغازات، بحيث ان احنا نقدر ندخله على السيستم. في بعض الاحيان لما بيتعذر وجود سلندر بيبقى في بعض الاحيان ممكن يستعمل اكسجين كونسنتريتور. اكسجين كونسنتريتور ده بياخد الهواء الجوي ويبتدي بعد كده ياخد نسبه الاكسجين اللي فيه، يعلي نسبه الاكسجين اللي فيه، بيعمل كذا سايكل كده داخله بحيث ان هو يبتدي اكيوميليت الاكسجين ويطلعه بعد كده نقدر نستعمله. طبعا ده في يعني ممكن يستعمل في بعض الابلكيشنز اللي هي يعني مثلا زي السليب ابنيا مثلا، او زي الحاجات اللي هي ما هياش الحقيقه زي الميكانيكال فنتيليشن اللي هو اللي محتاج ان يبقى في عندنا كونسنتريشن عالي ببريشر عالي، الحقيقه ممكن ده ما يبقاش مناسب قوي ليه، بس في بعض الابلكيشنز لو ما فيش اي طريق تاني ان يبقى عندنا لا يعني ما عندناش لا اوتلتس من الميديكال جاس سبلاي وما عندناش سلندرز، يبقى ممكن استعمال اجهزه الاكسجين كونسنتريتورز يبقى هو الحاجه الوحيده اللي متاحه. بالنسبه للاير اكسجين بلندر او الجزء اللي بيحصل فيه ميكسينج للاير والاكسجين، في عندنا انواع كتيره للبلندرز دي. في عندنا انواع ميكانيكال يعني بتبقى حاجه بالشكل ده كده، بتبقى ميكانيكالي كاليبريتد علشان لما بدخل لها انبوت 4.1 بار اكسجين و4.1 بار اير، هو بيعمل الميكسينج ده بشكل سليم ويخرج لنا في الاخر بالميكسينج ريشيو المطلوبه. احنا عاده بنريفير للاكسجين كونسنتريشن اللي في الهواء اللي داخل للتنفس حاجه اسمها فراكشنال انسبيراتوري اكسجين كونسنتريشن اللي هي FiO2، ودي عاده الريشيو بتاعتها بتبقى بين 21% و 100% باي فوليوم. فالميكانيكال ميكسرز تعملها بشكل ميكانيكال يعني بيبقى فيه كاليبريتد يعني مثلا حاجه زي بنتكلم على ان هي حاجه زي مثلا نيدل فالف ولا حاجه موجود في الاثنين، ونقدر ان احنا كنترول الريشيو بتاعه الميكسنج عن طريق ان انا بغير النوب دي.
وممكن يبقى معمول بشكل الكتروني بالشكل ده كده، يبقى في عندي بدل ما كان عندي هنا ميكانيكال فالف يبقى في عندي هنا سولينويد فالف مثلا للاكسجين وللاير، ويعمل هو الميكسينج بين الاثنين، ويقدر كمان ان هو بعض الاحيان يسال نسبه الاكسجين كام بالظبط في الاوتبوت اللي طالع. طبعا الطبيب في الحالتين بيسات النسبه المطلوبه، وبعد كده الهواء اللي خارج من الميكسر ده هو اللي بيروح بعد كده للفلو جنريتور او للبريشر جنريتور علشان يوصله بالشكل المطلوب للبريذنج سيركت. بالنسبه للبريشر او الفلو جنريتور، احنا عندنا طبعا زي ما بنتكلم الدايره بتاعتنا عباره عن ريزيستنس، هي عباره عن الابر اير واي ريزيستنس. بنتكلم على كاباسيتنس، هي البيسيكلي الفيلاي اللي موجود عندنا داخل اللنجز، وهي دي الحاجه اللي احنا بنحاول نملاها بالهواء. عمليه الانسبيريشن، احنا بنحاول نتشارج الكاباسيتور اللي موجود عندنا اللي هو اللي مقابل للالفيلاي، بنحاول نملى الالفيلاي بالهواء، وبالتالي احنا نقدر نملاها سواء ان احنا لو حطينا فولتج سورس او كارنت سورس. الفولتج سورس هو عباره عن بريشر جنريتور، الكرنت سورس بيبقى عباره عن فلو جنريتور. الاثنين دول ممكن يتعملوا بحاجه يا اما بامب بالشكل ده كده، البامب دي بيسك ممكن تبقى بيستون بامب، ممكن في انواع كتير الحقيقه، في ساعات بيبقى سنترفيوجر بامب حسب نوع البامب نفسها، بس هنا بندي بريشر معين والبريشر ده في الاخر بيروح للبيشنت. ممكن يبقى في عندنا يعني ما يبقاش عندنا حاجه زي بيستون زي كده خالص، ممكن يبقى في عندنا الهواء اللي داخل اللي احنا عملنا له ميكسنج. احنا كنا بنقول ان احنا عندنا الهواء والاكسجين داخلين ب بريشر 4.1 بار، فالهو 4.1 بار دي هي اوريدي بريشر عالي جدا، عمرنا نقدر ندخله على البيشنت على طول دايركتلي. فاحنا اكشوالي ممكن نتحكم في ال 4.1 بار دي عن طريق حاجه بنسميها بروبورشنال فالف. بروبورشنال فالف ده بيبقى سولونويد فالف، ويسمح لنا ان احنا برضو نتحكم في كميه البريشر والفلو اللي رايحين للبيشنت عن طريق البوزيشن بتاعه، عن طريق ان احنا بالالكتريكال اكسايتيشن بتاعه نقدر نحدد بالظبط عايزين نوصل للبيشنت قد ايه بريشر وقد ايه فلو. فبالتالي احنا نقدر نعمل الكلام ده عن طريق بامب وعن طريق فالف. عاده في بالنسبه للاير بالذات في بعض الاحيان يعني ما يعني كميه الهواء اللي داخله ممكن تبقى من يعني ما تبقاش جايه اساسا من الكومبريسد اير الموجود عندنا في المستشفى. فلو ما فيش عندنا كومبريسد اير في المستشفى، او كان الجهاز بيستعمل في مكان ما فيهوش شبكه غازات اصلا، فالاكسجين بيبقى جاي من يعني سلندر بتاعت اكسجين وما فيش سورس للهواء اللي هو الكومبريسد اير ببريشر 4.1 بار، بنحط عندنا حاجه زي اير بلور كده، او نحط حاجه زي بامب بالشكل اللي موجود عندنا هنا ده كده، بتاخد هواء من الهواء الجوي من الهواء اللي موجود في الغرفه وتعمل له فلتريشن، وبعد كده تعمل له بامبنج بحيث ان هو يوصل للبريشر بتاع ال 4.1 بار ده قبل ما ندخله على الاكسجين اير ميكسر. فبالتالي بيبقى يعني عاده في الاجهزه الحديثه كلها نلاقي عندنا في بامب مخصوصه موجوده عندنا في الانتري بتاع الاير، بحيث ان هو يعني ياخد الهواء اللي موجود عندنا في الغرفه ويعلي البريشر بتاعه بدل ما ياخد الكومبريست اير اللي موجود عندنا في شبكه الغازات. البريدنج سيستم عموما زي ما كنا بنتكلم هو الانترفيس بين البيشنت وبين الفنتيليتور، هو عباره عن لو مثلا بعتبر ده هو البيشنت بتاعنا، الانترفيس بين الجهاز وبين البيشنت هو الانابيب اللي بين الاثنين، واحده فيهم عباره عن انبوب للانسبيريشن وفي عندنا انبوب ثاني للاكسبيريشن. عاده بيبقى الانابيب دي بيبقى فيها عندنا يعني حاجه زي دايركشنال فالف بحيث ان الهواء يمشي بالدايركشن المفروض يمشي فيه بس ما يمشيش في اي دايركشن ثاني، وفي نفس الوقت بيسكلي ده بيعمل انترفيس للبيشنت بحيث ان هو يعمل له ديليفري لكميه الهواء بالبريشر المطلوب بحيث ان هو يعمل عمليه الفنتيليشن بشكل سليم. طبعا بيبقى في عندنا زي ما كنا بنتكلم قبل كده لازم يبقى في عندنا حاجه تعمل لنا ادابتيشن للهواء بالنسبه للهيوميديفيكيشن وبالنسبه لدرجه الحراره، دي هنتكلم عليها دلوقتي، بس هي عامه بتكون في الجزء اللي هو بين بعد ما عملنا توحيد للاثنين، يعني الجزء اللي فيه كومن كونكتور هنا كده بيبقى فيه هنا حاجه بتعمل هيوميديفيكيشن وتعمل في نفس الوقت يعني وورمنج للهواء اللي رايح للبيشنت بحيث ما يبقاش عنده مشكله. بالنسبه طبعا الانابيب نفسها بيبقى شكلها كده في الواقع، بيبقى شكلها طبعا بيبقى في عندنا فرعين بالشكل ده كده، واحد للانسبيريشن واحد للاكسبيريشن. ده الفرع دوت اللي هو في الاخر بيركب في الماسك اللي هو البيشنت بيلبسه بحيث ان هو في الاخر هو ده من خلاله يتم عمليه الانسبيريشن.
الحاجه المهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا بالنسبه للفنتليتور، لان هو ده فيه شبه شويه من نفس الفنتليتور الموجود عندنا في جهاز التخدير. جهاز التخدير داخله فنتليتور، بس الفرق الاساسي في الاي سي يو فنتليتور عن الفنتليتور الموجود في الانستيزيا سيستمز ان بيبقى بيسكلي هنا ممنوع ان الهواء اللي خارج من البيشنت يرجع له تاني، فعشان كده بنسميه البريذنج سيركت بتاعتنا هنا بنسميها نون ريبريذنج سيركت، معناه ان الهواء اللي بيخرج في الاكسبيريشن لا يسمح له ان هو يرجع تاني يبقى انسبايرد باي ذا بيشنت. عشان كده الهواء اللي بيخرج في اتجاه الاكسبيريشن مش مسموح ان هو يرجع تاني، لازم يبقى في فالف هنا بيمنعه ان هو يخرج يرجع تاني بالنسبه للبيشنت في عمليه الانسبيريشن. الهواء اللي رايح للبيشنت الحقيقه مهم جدا ان هو يكون وورم وفي هيوميديتي علشان يقدر يدخل للبيشنت. المشكله الناس لقت ان الدراي اند كول سبلاي جاس دراي اوت ذا بيشنتس اير وايز، يعني عارفين طبعا ان مدخل الجسم واحد من الحاجات اللي هي بتقاوم الجراثيم اللي داخل الجسم وتعتبر من خطوط الدفاع الاولانيه بالنسبه للجسم هي الميوكس ميمبرينز الموجود عندنا في الابر اير وايز كلها، يعني بنتكلم على الانف بنتكلم على كل المراحل اللي هي في الابر اير وايز بيبقى فيها سيليتد ابيثيليوم ويبقى فيها ميوكس ويبقى فيها حاجات في الاخر بتحاول ان هي تبقى خط دفاع اجينست الجراثيم. لما احنا بندخل دراي اند كول سبلاي جاس لما بنتنفس هواء جاف فتره طويله بيحصل جفاف للمناطق دي الحقيقه وتعمل مشاكل الحقيقه ساعات بتعمل ريفرسبل دامج وده الحقيقه بيبقى فيه مشكله كبيره بالنسبه للبيشنت. فبنحتاج ان الهواء اللي يكون داخل للبيشنت يكون اول حاجه يكون هيوميد، ثاني حاجه يكون يعني في ووم يعني ما يبقاش كولد بحيث ان هو ما يعملش مشاكل للبيشنت. الكلام ده بيتعمل بطريقتين، الطريقه الاولانيه عن طريق اكتيف جاس هيوميديفايرز. الاكتيف جاس هيوميديفايرز عباره عن في منتهى البساطه ابسط حاجه ليها ان احنا بس مجرد بنعدي الهواء، يعني بنعدي الهواء اللي هو رايح للانسبيريشن بنعديه على ريزرفوار فيه ميه، والميه دي ممكن تكون مثلا درجه حرارتها اعلى شويه بحيث ان يبقى في عندنا هنا بعض بخار الميه، الهواء اللي داخل هنا وخارج بياخد بعض بخار الميه دوت وياخد درجه حراره او يعني يبقى درجه حرارته تعلى شويه وتروح بعد كده للبيشنت. في منه انواع تانيه بيبقى حاجه اسمها بابل ثرو هيوميديفاير، يعني الهواء بيبقى بيدخل جوه الميه دي مثلا ويطلع بعد كده من خلال المخرج ده كده يبقى هيوميد وفي نفس الوقت بيبقى وورم. اوكي، فالكلام ده طبعا لما بنتكلم على اكتيف بنتكلم على بيبقى في جهاز مستقل موجود وبيبقى ادجستد من الطبيب بالنسبه لدرجه الحراره وبالنسبه للهيوميديتي بحيث ان احنا نقدر ناخد بالظبط درجه الحراره ودرجه الهيوميديتي اللي احنا محتاجينها. اوكي، فبنتكلم مثلا في الوضع ده كده ان احنا بنتكلم على ان احنا طبعا اكتيف علشان احنا بنحتاج ان احنا يبقى في عندنا heated humidifier، يعني بيبقى في عندنا الميه دي بتبقى في عندنا هيتر بيسخنها ويبقى في عندنا كنترول على قياس درجه الحراره وكنترول على نسبه الرطوبه بحيث ان احنا نوصلها للشكل المطلوب بالظبط. فطبعا دي بتستعمل في بعض الاحيان وتبقى جهاز مستقل عاده بيبقى خارج جهاز الفنتليتور. ممكن كريبليسمنت للاكتيف جاس هيوميديفاير بيبقى في عندنا حاجه اسمها باسيف بريثنج جاس هيوميديفايرز، الاسم المنتشر ليها هي هيت اند مويستشر اكسشينجر او اتش ام اي، ده بيبقى ديفايس بالشكل ده كده بتتحط كده في الليمب اللي هو رايح للبيشنت. اللي بيحصل فيها بالظبط ان انا دلوقتي في عمليه الاكسبيريشن الهواء اللي خارج بالنسبه من البيشنت بيبقى بيسكلي درجه حرارته قريبه من درجه حراره الجسم والهيوميديتي بتاعته تبقى عاليه، يعني بيبقى 100% ريليتيف هيوميديتي. اوكي، فبالتالي اللي بيحصل دلوقتي ان هو من خلال الهيت اند مويستشر اكسشينجر ده هو بيكابتشر جزء من درجه الحراره وبيكابتشر الهيوميديتي اللي موجوده بحيث ان اللي بيخرج هنا بيبقى درجه حرارته اقل، تبقى درجه حرارته قريبه من درجه حراره الغرفه حوالي 22 درجه والهيوميديتي تبقى 50%. الهواء اللي جاي من الفنتليتور بيبقى درجه حرارته قليله اقل بكتير بتبقى 20 درجه والهيوميديتي تبقى صفر يبقى فيري دراي. لما بيرجع هنا يخش في الهيت اند مويستشر اكسشينجر هو بياخد الهواء بياخد الحراره اللي اكتسبها الهيت اند مويستشر اكسشينجر بيكتسبها هو وفي نفس الوقت الهيوميديتي الموجوده اللي كانت طالعه من البيشنت في عمليه الاكسبيريشن بياخدها ويرجع بيها تاني للبيشنت. فبالتالي بنتكلم على ان درجه حراره الهواء اللي داخل بيبقى 28 درجه ودرجه حراره ودرجه الرطوبه بتبقى حوالي 100% زي ما المفروض البيشنت ياخدها. فبالتالي دي بتعمل نفس العمليه اللي بيعملها الاكتيف هيوميديفاير بس بشكل باسيف
وطبعا بناخد في اعتبارنا ان ده طبعا كديفايس بتستعمل مره واحده، دي تبقى ديسبوزابل يعني بنستعملها للمريض، وبعد كده لما يجي مريض تاني لازم ياخد واحده جديده علشان ما يبقاش فيه كروس انفكشن. عمليه الاكسبيريشن بتتم عن طريق فالف، زي ما اتفقنا بيبقى في عندنا طريقين للهواء، في طريق بيودي الهواء اللي رايح للانسبيريشن، وفي طريق بيرجع الهواء اللي هو رايح يبقى اكسباير. فاللي بيحصل عندنا بيبقى بنستعمل حاجه زي بروبورشنال فالف كده في عمليه الاكسبيريشن، اللي المطلوب منه ان هو يفتح بشكل يعني ممكن يبقى شكل كامل او شكل بارشل. فلو احنا عملنا بس بارشل اوبننج، لو ما هوش اوبن كومبليتلي، بيند اب ان هو بيعمل بيخلي فيه عندنا ريزيديوال بريشر، يعني ما بيخليش السايكل بتاعه الاكسبيريشن تنتهي عند زيرو بريشر، ما بيبقاش عند نهايه الاكسبيريشن ما بيبقاش البريشر داخل الالفيولاي مساوي للبريشر اللي هو في الهواء الجوي، لا بيبقى اعلى منه شويه، وبالتالي بيبقى في عندنا حاجه بنسميها بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، يعني بيبقى كرييتد داخل اللانجز. الحقيقه ده مفيد جدا لان هو بيخلي الالفيولاي بتبقى اوبن، ودي الحقيقه في بعض الاحيان بتبقى لها فوائد ثيرابيوتيك في غايه الاهميه. فالحقيقه يعني ما يكون عندنا في اكسبيراتوري فالف بيعمل لنا الكلام ده بيبقى له ثيرابيوتيك فاليو، ويبقى التحكم فيه ان هو يفتح بدرجه قد ايه او يقفل بدرجه قد ايه بتبقى للطبيب علشان يعني يعالج حاله بعينيه. يبقى في عندنا الحاله دي محتاجه مثلا بريشر اعلى شويه، ممكن الطبيب يعني يقدر ان هو يعلي البريشر ده عن طريق الاكسبيراتوري فالف. طبعا بنتكلم على يعني طبعا الاكسبيراتوري فالف الحقيقه بيبقى مهم برضو ان هو يكمبنسيت لبعض الحاجات اللي بتحصل داخل البريثنج سايكل، زي مثلا كافينج. اوكي، لو البيشنت عايز يعمل كافينج في اثناء عمليه الانسبيريشن دي بتبقى مشكله، لان بيسكلي احنا بنحاول نضغط جواه هواء وهو عايز يطلع حاجه من داخل، يعني عايز هو يعمل يعني حرك الهواء في اتجاه مخالف. ففي الحقيقه في حاجه زي كده ممكن برضو من خلال الاكسبيراتوري فالف يعني بيبقى في طريقه ان احنا نقدر ان احنا ناكوموديت الكونديشن ازاي كده. طبعا كامبلمنتيشن اكسبيراتوري فالف عباره عن حاجه زي نيدل فالف بالشكل ده كده، وساعات بيتعمل بشكل مختلف شويه، يبقى حاجه زي بالون كده او دايفرام حسب هي منفوخه قد ايه. طبعا لو هي مش منفوخه خالص بيبقى مفتوح، لو هو منفوخه بارشل بيبقى مفتوح بطريقه بارشل، لو منفوخه بشكل كامل يبقى بشكل كامل. هنا بنتكلم على حاجه زي نيدل فالف كده، دي بيسكلي بيبقى في عندنا حاجه تيبرد هنا كده، لو هي دخلت لغايه الاخر بتبقى السكه دي كلها مقفوله فبيبقى الفالف مقفول، لو هي طلعت بره خالص بيبقى مفتوح تماما، وبالتالي بنقدر حسب البوزيشن بتاع الحاجه اللي موجوده هنا دي كده بنقدر ان احنا نتحكم في كميه يعني هاو ماتش بيرسنت الفالف ده بيبقى اوبن. البيشنت انترفيس ممكن في الميكانيكال فنتليتورز يبقى له كذا شكل. طبعا بيميز اساسا نوعين اساسيين، اللي هو نون انفيسيف فنتليشن، اللي هو عباره عن ان احنا بنعمل الفنتليشن عن طريق ماسك بنسميه نون انفيسيف عشان ما بنضطرش ندخل اي حاجه داخل الجسم، بعكس حاجه اللي بنسميها الانتيوبيشن. انتيوبيشن معناه انا بستعمل تيوب زي كده بدخلها جوه التراكيه القصبه الهوائيه، وبالتالي يعني بيسكلي بيحصل من خلالها التنفس بشكل كامل. طبعا لو شفنا مثلا حاجه تيوب بالشكل ده كده، طبعا هي تعتبر رفيعه شويه ما تقدرش انها تسد القصبه الهوائيه، فبالتالي هيبقى في ليكج حواليها. فاللي بيعملوه ان هو بيخلي في حاجه زي بالون هنا كده، والبالون ده بيقدر ان هو ينفخه بحيث ان هو يسد تماما المخارج بتاعت الهواء اللي حوالين التيوب دي، ويبقى في الاخر انترفيس بتاع جهاز التنفس مع التيوب دي نفسها، ويقدر ياخد الهواء من داخل اللانجز ويطلعه من داخل اللانج عن طريق التيوب، ما يبقاش فيه اي حاجه، ما يبقاش فيه اي وظيفه خالص للابر اير ويز اللي موجوده عندنا زي الانف وزي الفم. فالحقيقه طبعا بالنسبه للحاجات الاخرى، طبعا ممكن يبقى في عندنا ماسك يبقى على الانف بس، ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها باد، بيتكلم على نيزل باد، باد دي بتبقى حاجه بتتحط على الانف بس كده وتقدر نفتت بحيث ان هي تبقى يعني تايت حوالين الانف. وطبعا في الحاجه المعتاده اكتر شويه اللي هي بيبقى ماسك بيبقى على الانف والفم مع بعض. المشكله في كل الحاجات دي الحقيقه بيبقى في ليكج. ليكج بمعنى ان انت مهما حطيت الماسك ده حوالين البيشنت بشكل تايت هتلاقي برضو ان فيها هواء ممكن يخرج من الفتحات اللي هي في الانترفيس بين الماسك وبين السكين بتاع البيشنت. هنا الحقيقه الدنيا بتبقى فيري تايت،
والحقيقه عمليه الليكج اللي هنا مش بس يعني ممكن ان هي تقلل الافشنسي بتاعه التنفس، لان انا ببعت كميه هواء معينه لو في جزء منها خرج بره الماسك بتبقى مشكله. لا بيبقى فيها مشكله اكبر الحقيقه في حاجه زي كوفيد 19، ان بيبقى في عندنا كمان يعني بنعرض الانفايرمنت نفسها ان يبقى فيها انفكشن، نتيجه ان الهواء اللي خارج ده ممكن يبقى فيه بعض الرذاذ او يبقى فيه بعض يعني يبقى فيه عموما بعض الكونتامينيشن، بحيث ان هو ما يبقاش سيف ان هو يخرج في الانفايرمنت. لما بتكلم على انتيوبيشن بيسكلي احنا بنتكلم على ان البيشنت دلوقتي، البيشنت وجهاز التنفس بقى كلوز سيركت دلوقتي، الهواء جاي من الجهاز الفنتليتور للبيشنت، ومن البيشنت للفنتليتور، ما بيطلعش الهواء الخارجي خالص، ما بيطلعش للانفايرمنت الخارجيه خالص. وبالتالي لما بنيجي نخرجه بعد كده بنحط فلتر من داخل جهاز الفنتليتور بحيث انه يطلع، نبقى متاكدين ان هو سيف. فعامة ممكن يبقى في بعض المزايا للنون انفيسيف فنتليشن، هو طبعا اول حاجه طبعا نون انفيسيف، دي ميزه كبيره، بس المشكله ان هو الليكج ده ممكن يخلي في بعض المشاكل بالنسبه للكونتامينيشن. الانتوبيشن هي طبعا مش حاجه كويسه، يعني هو طبعا انفيسيف وبيحتاج طبعا الطبيب يدي يعني بعض الحاجات العقارات للمريض علشان يوقف خالص الكنترول بتاع الريسبيريشن، عشان يقدر يخلي الجهاز يعمل كومبليت كنترول على كل حاجه. والميزه الاساسيه بتاعته ان هو كلوز سيركت مع البيشنت، بيخلي الكروس كونتامينيشن او الكروس انفكشن حقيقي بيبقى اقل ما يمكن. طبعا تحديد اللي انسب للمريض طبعا بيبقى بالنسبه للطبيب، طبعا هو اللي بيحدده. احد المسائل المهمه جدا لازم نفكر فيها في جهاز الفنتليتور هي عمليه الانفكشن كنترول. انفكشن كنترول طبعا بيبقى عاده بيتم في الحاجات اللي في الليكويدز عموما او الغازات عن طريق حاجه بنسميها فلتريشن. فلتريشن دي بيبقى فيه عندنا فلتر، والفلتر ده بيبقى فيه فتحات بتبقى صغيره كفايه ان هي تمنع الميكروبس انها تعدي. وده الحقيقه بيستعمل في حاجات كتيره، مش بس بيستعمل هنا في الفنتليشن، بيستعمل برضه في الادويه، بيستعمل في الحاجات الاخرى اللي هي فيها ليكويدز وعايزين نعمل لها تعقيم، لما نقدرش نعمل لها تعقيم عن طريق الحراره. فبالتالي بيبقى في عندنا طبعا النوع الاساسي اللي بيستعمل في حاجه زي كده بنسميه هاي افشنسي بارتيكيليت اير فلترز. بالنسبه للجزء دوت الهيبا فلترز الحقيقه بتبقى ممكن تبقى امبيدد داخل الهيت اند مويستشر اكسشينجرز، يعني ممكن نلاقي في عندنا بيسكلي نفس الهيت اند مويستشر اكسشينجر اللي هو بيتحط عندنا هنا عشان يسخن ويرطب الهواء اللي داخل للبيشنت في الانسبيريشن، ممكن وهو في عمليه الاكسبيريشن بيمنع المايكرو اورجانيزمز انها تعدي بعد كده وتخرج في الهواء بتاع الغرفه. فالحقيقه من خلال الهيت اند مويستشر اكسشينجر ممكن يبقى في عندنا هيبا فلتريشن، وبالتالي يمنع ان الهواء اللي خارج يبقى يعني محتفظ بالميكروبات اللي خارجه من البيشنت. نبدا دلوقتي نتكلم على عمليه الكنترول اللي بتتم في عمليه الفنتليشن، ونتكلم على المودز بتاعت الفنتليشن بتبقى عباره عن ايه. فطبعا في الاول خالص بيتعرف الناس اللي موجودين في الاريا بتاعت الفنتليشن على مجموعه فاريبلز بتستعمل علشان تحدد النقط المختلفة اللي موجودة في الريسبيريشن سايكل. بنتكلم على أول حاجة اسمها تريجر فاريبل. التريجر فاريبل ده هو اللي بيقاس وبيستعمل علشان نبتدي فيه عملية الريسبيريشن، يعني لما بيجي التريجر فاريبل ده الريسبيريشن بيبتدي. في عندنا حاجة اسمها ليميت فاريبل. الليميت فاريبل هو اللي بيوصل عندنا وبينتين بريسيت فاليو بيفور الريسبيريشن اندز. يعني بمعنى ان احنا في داخل عمليه الانسبيريشن بنتابع الفاريبل ده ونتاكد ان هو ما بيتخطاش الليميت اللي احنا حاطينه ليه. في عندنا حاجه اسمها السايكل فاريبل. السايكل فاريبل ده هو اللي بيحدد لنا نهايه الانسبيريشن، يعني لما السايكل فاريبل بيوصل لليفل معين بنقول خلاص كده احنا المفروض الانسبيريشن انتهى ويبتدي عمليه الاكسبيريشن بعد كده. في عندنا فاريبل تاني حاجه اسمها البيز لاين فاريبل. ده بيبقى بارامتر بنستعمله في داخل عمليه الاكسبيريشن عشان يحدد لنا الاكسبيريشن ماشي ازاي. عاده هنا يعني في كل الحاجات اللي هو الثلاثه الاولين دول ممكن يبقى عندنا مالتيبل فاريبلز، هنا البيز لاين ما فيش عندنا غير البريشر. اوكي، فبيسكلي البيز لاين هنا بيز لاين فاريبل الاساسي اللي بنستعمله هو البريشر، هو ده اللي بيقول لنا احنا فين بالظبط بالنسبه لعمليه الاكسبيريشن وهل انتهينا ولا لا، وبيقول لنا اذا كان مثلا عايزين نحط فيه عندنا مثلا اند اكسبيراتوري بريشر زياده مثلا ولا حاجه نقدر نحطه ونتاكد ان هو موجود. فلما بنتكلم على المود بتاع الميكانيكال فنتليتورز بنتكلم على هو عباره عن بري ديتيرمنت باترن اوف انتر اكشن بتوين الفنتليتور والبيشنت.
فالحقيقه ده بيقول لنا بالظبط، يعني هو ممكن ان احنا نعبر عنه بثلاث حاجات. حقيقه طبعا في عندنا مشكله كبيره في عمليه المودز بتاعت الميكانيكال فنتيليشن، ان في عندنا اسامي كتيره جدا، وكل مانيفاكتشرر عنده اسامي خاصه بيه لنفس المود. يعني بمعنى لما بتكلم على نفس الحاجه اللي بتحصل في جهاز مثلا دريجر وجهاز مثلا مثلا بيوريتان بنت مثلا ولا حاجه، بتلاقي ان نفس الحاجه بتتم في الاثنين، وكل واحد فيهم له اسم مختلف. اوكي، في عندنا ممكن نتكلم على اكتر من 100 اسم المودز اوف فنتيليشن في الكوميرشال ماشينز، وكلهم الحقيقه ممكن نصنفهم لمجموعه قليله جدا، مثلا ثلاث او اربع تصنيفات اساسيه، الاختلافات بينهم الحقيقه صغيره جدا، وفي نفس الوقت كل اساميهم مختلفه. طبعا دي نتيجه لان ما كانش في عند الكوميونتي المصنعين حتى اللي بنتكلم على الميديكال كوميونتي ما عندهمش ستاندرد تاكسونومي للمودز، وبالتالي طبعا دي عملت مشكله. والحقيقه دي موجوده في حاجات كتيره تانية، مثلا منها الام ار اي مثلا ماجنتيك ريزونانس ايمجينج، عندهم برضو اسماء كتيره جدا لايمجينج سيكونسز ما لهاش علاقه، يعني هي بتبقى كوميرشال نيمز، يعني ممكن نلاقي نفس السيكونس براكتيكالي موجود في كل الاجهزه باسامي مختلفه. ففي بعض الافورتس اللي هي تعتبر فيرلي ريسنت ابتدت الناس تحاول تصنف الفنتليتور مود عن طريق ثلاث حاجات: نوع البريث كنترول فاريبل، نوع البريث سيكونس، ونوع التارجتنج سكيم. البريث كنترول فاريبل زي ما نشوف هو بيسكلي هل السايكل نفسها فوليوم كنترول ولا بريشر كنترول. البريث سيكونس هل هو بنتكلم على كونتينوس مانداتوري فنتيليشن ولا انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، يعني كونتينوس دي معناها ان الجهاز بيتيك اوفر كل حاجه، الانترميتنت دي معناها ان هو من ان لاخر بيجي يعمل يعني اسيوم الريسبيريشن بس مش في طول الوقت. في عندنا حاجه اسمها كونتينوس سبورت فنتيليشن، بيبقى عندنا بيسكلي الجهاز بيعمل سبورت طول الوقت. الحاجه الاخيره هي التارجت سكيم، بنتكلم على عمليه الكنترول نفسها بتتم ازاي. طبعا ابسط حاجه هي عمليه السيت بوينت. سيت بوينت معناها الطبيب بيقول ان المريض ده يشتغل بالتايدل فوليوم دوت، الفوليوم بتاع الهواء اللي بيدخل داخل الانسبيريشن هو قد كده، بنتكلم على ان البريشر مثلا ما يزيدش عن كذا، ان لو بنتكلم على ان احنا بنستعمل اليفيتد بريشر مثلا بيتكلم ان هو الليفل بتاعه كذا وخلاص، وذات ات الجهاز بيشتغل كده وخلاص فور ايفر. الحقيقه ده بيبقى في مشكله ان المريض ساعات حالته بتتغير، فبالتالي لازم الطبيب كل شويه يشوف الحاله بتاعته اذا كانت مستقره ولا لا، ولو كان في احتياج انه يغير هو بيغير بايده، يغير مانيوالي. الاجهزه الحديثه ابتدى يبقى فيها حاجات تعتبر ادابتيف، حاجات تعتبر فيها اكشوالي بعض الحاجات ممكن نعتبرها انتليجنت، يعني بيبقى فيها ارتفيشال انتليجنس بحيث ان هو بيديتكت حاله المريض ويظبط البارامترز بتاعت الفنتيليشن اكوردنج تو حاله المريض. طبعا هي ابسط حاجه طبعا عمليه سيت بوينت، بس عامه لو احنا عرفنا الثلاث حاجات دول شغالين ازاي نقدر ان احنا نعرف ان المود ده هو كذا ويبقى كومن بتوين كل المودز اللي موجوده عندنا في كل الاجهزه. فبنتكلم على زي ما بنتكلم على كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي كده، عندنا الكنترول فاريبل بتاعنا بريشر ولا فوليوم، بنتكلم على البريث سيكونس نوع ايه، بنتكلم على التارجت سكيم. طبعا في عندنا انترفيسز بين الثلاث حاجات دول وبعض، وكل واحد فيهم الحقيقه حسب المكان بتاعنا من الانترفيسز بين الحاجات دي وبعض بنعرف بعد كده المود نفسه، الكلاسيفيكيشن بتاع المود عباره عن ايه بالظبط. فلو نبتدي اول واحده، اول حاجه كده نبتديها في البيجنينج بتاع الانسبيريشن، زي ما قلنا ده اللي بيحدده حاجه بنسميها تريجر فاريبل. التريجر فاريبل ده عباره عن حاجه بنستناها علشان توصل حد معين علشان نبتدي الانسبيريشن بيزد عليه. طبعا لو انا بتكلم على مانداتوري فنتيليشن، يعني الفنتيليشن بيقوم بيه الجهاز بشكل كامل، عاده بيبقى في عندنا حاجه اسمها تايم تريجرنج. تايم تريجرنج معناه ان انا بعمل انا السايكل بتاعه الانسبيريشن والاكسبيريشن بشكل دوري بوقت ثابت بينهم وبين بعض. يعني بتكلم مثلا انا بحدد ان انا عايز مثلا 15 او مثلا اكتر من 15 بريث بير مينيت، يعني عايز 15 دورة تنفسية في الدقيقة، يبقى معنى كده أنا بشوف الوقت اللي بين كل تنفس والتاني يبقى قد إيه وخلاص، وهي تبقى ثابتة ما بيبقاش فيها أي تغيير خالص. فدي طبعا بتبقى ملهاش أي علاقة بالبيشنت خالص، عشان كده بنسميها تايم تريجرنج، ملهاش أي علاقة بالبيشنت نهائيا. النوع التاني بيبقى بيشنت تريجرد، معناها إن أنا باخد البريشر أو الفلو أو الفوليوم ويف فورم اللي جاية من البيشنت وبيزد عليها بحدد بداية الانسبيريشن إمتى. على سبيل المثال في الحالة دي مثلا أنا بعمل
مانداتوري فنتليشن بس سينكرونايز مع الانسبيراتوري ايفورت بتاع البيشنت. يعني البيشنت هنا ابتدى يحاول لما يكون في هنا نيجاتيف بريشر كده، بعرف ان هو حاول يبتدي ياخد نفس، لان انا دلوقتي انا بقيس من عند الجهاز، فالجهاز دلوقتي لو حس ان في نيجاتيف بريشر، يعني في عندنا اكن في ساكشن جاي من ناحيه المريض ولو كميه صغيره جدا، يقدر يعملها ديتكشن ويبتدي بيها هو عمليه الايه، عمليه المانداتوري فنتليشن. فهو هنا بقى تريجرد، يعني ابتدى عمليه الانسبيريشن من البريشر اللي موجود عندنا جاي من البيشنت. ممكن الكلام ده يحصل بنفس الشكل كده عن طريق الفلو. الفلو معناها ان انا دلوقتي بستنى لغايه لما هو، طبعا البريشر الصغير ده هيبتدي يعمل لنا فلو صغير، فاستنى لغايه لما الفلو ده يوصل لحد معين، واول لما يوصل للحد ده ابتدي انا اعمل عمليه الايه، عمليه المساعده او عمليه المانداتوري فنتليشن. فممكن يبقى فلو او ممكن يبقى طبعا بريشر، ممكن يبقى فوليوم. فوليوم هو عباره عن انتجريشن بتاع الفلو، فهم الاثنين ريليتد لبعض. فبالتالي يعني لو هو عندنا بيشنت تريجر، يبقى معنى كده ممكن ان انا اختار يا بريشر يا فلو يا فوليوم. اوكي، فلما بيجي اي واحده من الثلاثه دول توصل لكونديشن معين، ببتدي انا اعمل عمليه الانسبيريشن. في داخل عمليه الانسبيريشن بيبقى في عندنا مجموعه فاريبلز بعمل لها كنترول، ومجموعه فاريبلز بعمل لها ليميتيشن. كنترول ده معناها دلوقتي انا طبعا بدايه كنترول هو الحاجه اللي انا بمشي بيها عمليه الانسبيريشن. يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو انا بعمل بريشر عشان ابتدي اعمل فلو عشان يملى اللانجز، يبقى انا دلوقتي بتحكم يعني في العمليه كلها عن طريق البريشر. اوكي، ممكن في بعض الاحيان ان انا في اثناء عمليه الانسبيريشن اتحكم في الفوليوم، يعني انا عندي تارجت فوليوم معين وبتحكم في كل حاجه علشان تريتش مثلا فوليوم معين او الفلو. طبعا الفلو والفوليوم يعتبروا ريليتد. وبعض الاحيان ممكن ان انا كنترول التايم، يعني بمعنى ان انا اعمل عمليه الانسبيريشن لغايه وقت معين وبعد كده خلاص اوقف بعد كده وخلاص، يبقى كده عمليه الانسبيريشن يعني خلاص اكتملت، يعني اخلص انتهي من عمليه الانسبيريشن بعد وقت معين ريجاردس ايه اللي حصل في الوقت ده. في ممكن عندنا في اثناء عمليه الانسبيريشن يبقى في عندنا حاجه اسمها ليميت فاريبلز. في عمليه اللي هي الكنترول بيبقى عندي واحد بس اقدر اعمل عليه كنترول. الليميت فاريبلز بقى لا مش كده. الليميت فاريبلز دي لا يسمح ان انا اتخطى الليميت اللي موجود دوت، بمعنى ان انا دلوقتي لو حطيت ليميت على البريشر ووصلت للليميت ده خلاص ما اقدرش ان انا اكمل اعلي البريشر اكتر من كده، لازم يفضل عند الماكسيمم ما يزودش عن الماكسيمم. لو حاطط ليميت ممكن احط كمان ليميت على الفلو ريت، ممكن احط ليميت على التايم، يعني ممكن احط ليميت على كذا فاريبل في نفس الوقت بحيث ان انا ما اتخطاهمش. اوكي، فبتكلم مثلا دلوقتي لو انا عندي الكنترول بالشكل ده كده، البريشر بيبقى ممكن لو انا عندي كنترول مثلا فوليوم، يبقى معنى كده البريشر ممكن ياخد اي فاليو، يعني زي ما انا بتكلم مثلا على ان عندي كارنت سورس والفولتج نفسه اللي موجود عندي في السيركت بيبقى يعني ما بيبقاش بقى محدد، يعني بمعنى ده كارنت سورس ممكن يبقى الفولتج عليه اي حاجه، فبالتالي على حسب الريزيستنس وعلى حسب حاجات كتيره ممكن يبقى شكل البريشر مختلف. فبنتكلم على الفلو ريت طبعا بيعتمد على الفوليوم. لو انا بعمل كنترول على البريشر يبقى ساعتها ممكن الفوليوم يتغير وممكن الايه، ممكن الفلو يتغير برضو، يعني بنفس البريشر يبقى فيه اختلاف نتيجه لاختلاف الريزيستنس اللي موجود عندنا في البيشنت. بنتكلم على الجزء اللي هو له علاقه بالليميتيشن او الليميت، ده بيحدد برضو من الطبيب. يعني بيبقى في عندنا حاجه اسمها البيك انسبيراتوري بريشر. البيك انسبيراتوري بريشر لا يسمح للبريشر ان هو يعلى عن بيك معينه. فمعنى كده لو البريشر، لو انا مثلا بستعمل فوليوم كنترول ووصل البريشر في الـ يعني في الـ في الـ في الانسبيراتوري اير مثلا اعلى من حد معين، بوقف على كده. فبالتالي احنا عندنا ممكن يبقى في عندنا مالتيبل ليميت فاريبلز، بس لازم يكون عندنا وان كنترول فاليو. عمليه التيرمينيشن بتاعت الانسبيريشن بتعتمد على الفاريبل اللي كنا سميناه السايكل فاريبل. السايكل فاريبل بيسكلي هو الفاريبل اللي انا بقيسه وعن طريقه، عن طريق ما يوصل لليفل معين بحدد امتى انهي عمليه الانسبيريشن. طبعا احنا كنا اتكلمنا هو نفس الفاريبل ده هو الكنترول فاريبل، هو ممكن يكون فوليوم كنترولد او فوليوم سايكلد او تايم سايكلد او فلو سايكلد او بريشر سايكلد. عشان نتخيل الحاجه دي لو احنا بنتكلم على الكيرف بتاع الريسبيريشن، بنتكلم عليه ممكن نشوفه في فوليوم بريشر كيرف. اوكي، فوليوم فيرسس بريشر. انا ببتدي من نقطه معينه بيبقى فيها الفوليوم قليل والبريشر داخل اللانجز بيبقى قليل، وبوصل في اخر الانسبيريشن يبقى الفوليوم كبير والبريشر داخل اللانجز كبير.
ممكن اعمل الكلام ده عن طريق ان انا اعلي الفوليوم، يعني اكنترول الفوليوم بحيث ان انا اوصل للنقطه دي. وانس ان انا وصلت النقطه دي خلاص انا ببقى وصلت لنقطه البريشر المقابله ليها، او ممكن ان انا اعلي البريشر عشان اوصل للنقطه دي، وبالتالي وانس ان انا وصلت للبريشر في النقطه دي هو اوريدي الفوليوم بتاعه المقابل ليه بيبقى هو نفس النقطه دي. يعني في الاخر انا بوصل بمشي على نفس الكيرف تقريبا، بيبقى في اختلاف صغير طبعا حسب انا بمشي ازاي بالنسبه للفوليوم بالنسبه للبريشر حسب الويف فورم بتاعتهم عامله ازاي، بس ايفينشولي انا ببتدي من النقطه اللي هنا دي كده وبنتهي بالنقطه اللي هنا دي كده. ممكن امشي بيها عن طريق ان انا اتحكم في الفوليوم او اتحكم في البريشر، زي ما انا كنت بتكلم اكني بشحن كاباستور، والكاباستور ده بشحنه لفولتج معين، والكلام ده ممكن اعمله عن طريق ان انا احط فولتج سورس او احط كارنت سورس. فبالتالي انا بقيس الفولتج اللي على ممكن اقيس الفولتج او اقيس التشارج، الفولتج مقابل للبريشر او التشارج المقابل للفوليوم، وبالتالي بحدد نهايه مرحله الانسبيريشن عن طريق ان انا اوصل للتارجت اللي انا عايزه بالنسبه للفوليوم او بالنسبه للبريشر. ممكن طبعا الكلام ده يتعمل في بعض الاحيان ان هو يبقى تايم سايكل، يبقى في عندي انسبيريشن لوقت معين زي ما يكون بقى فيه الفوليوم ما يفرقش، والفوليوم والبريشر، وبنفس الكلام بالنسبه لل ممكن اعمل الكلام ده برضو بالنسبه للفلو. الفلو طبعا ريليتد للفوليوم فممكن يبقى فيه ليه علاقه شويه بالفوليوم، بس بالنسبه للتايم بيبقى فيه عندي عمليه الانسبيريشن والاكسبيريشن بتبقى عمليه بيريودك ملهاش اي علاقه خالص بالبريشر والفوليوم اللي موجودين داخل الجسم. التارجتنج سكيم زي ما كنا بنتكلم هو عمليه الكنترول دي بتتم ازاي؟ ازاي انا بقدر اتحكم في البريشر او الفوليوم او الفلو ريت او الكلام ده كله علشان اقدر اوصل للحد اللي انا عايزه. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في مثالين دلوقتي موجودين. المثال الاولاني مثال السيت بوينت. سيت بوينت معناه الطبيب بيحط فاليوز معينه مثلا للفوليوم، هنا كمثال الفوليوم هو هنا يعني اختار فاليو معينه للفوليوم وبيقيس بعد كده الفوليوم، يبقى هو الفيدباك بتاعه ويعمل هنا فيري سمبل كنترول سايكل، بيقيس بس الحاجه الهواء اللي خارج ويتاكد ان هو نفسه الهواء كميه الهواء اللي مطلوبه، واذا كان في مثلا نقص ولا حاجه بيعلي البريشر شويه زياده عشان يقدر يوصل. فهي مجرد بس كومباريزون وخلاص ما فيهاش اكتر من كده، ده ابسط نوع الحقيقه، ويمكن يعني الحاجه معظم الاجهزه البسيطه بتشتغل بيه. العيب بتاع السكيم دوت ان لو عندنا في تغير في حاله المريض بيبقى في احتمال ان يبقى في وقت من الاوقات السيتنج اللي الطبيب حطها ما تبقاش مناسبه للمريض، بيحتاج متابعه كل شويه عشان نتاكد ان نفس الاختيار اللي الطبيب اختاره في الاول لسه ستيل فاليد. الاجهزه الحديثه بيدخل فيها شويه اكسبرت سيستمز، بيبقى فيها شويه ارتفيشال انتليجنس، بياخد هو كل البارامترز بتاعت البيشنت وبيحاول منها يديتيرمن البيشنت محتاج ايه، وعن طريق الحاجه اللي البيشنت يعني حاله البيشنت نفسها هو بيختار اوتوماتيكلي النوع بتاع الفنتيليشن المناسب ليه. طبعا ده بيبقى ادفانس شويه، وطبعا بيبقى محتاج بعض الاكسترنال بارامترز مثلا زي الان تايدل سي او 2 مثلا، بيحتاج يقيس بعض الحاجات اللي هي يعني يعتبر اكسترنال بارامترز عن الهواء اللي احنا بنبعته للمريض، وبيحتاج طبعا يبقى فيه طبعا تجارب كتير عشان نقدر نعرف بالظبط انهي مود ممكن يكون مناسب للبيشنت. فالحقيقه طبعا ممكن يبقى ادفانس شويه، ويعني في بعض الاحيان ممكن يبقى حاجه زي كده تفرق، وفي بعض الاحيان الحقيقه ممكن ما تبقاش يعني ممكن يبقى في بعض الريسك طبعا ان الماشين تختار حاجه ممكن ما تكونش مناسبه للمريض. فهي الحقيقه بالنسبه للتارجت سكيم في انواع كتيره الحقيقه، في بعض الانواع بتاخد السيت فاليو مثلا وتحاول تعمل اوبتيمال كنترول علشان تحاول تحسن ال ان هي توصل للسيت بوينت دي بشكل اسرع. في بعض الناس بتعمل بقى الحاجات اللي هي يعني حاجات تطور بين الحاجات البيسك يعني كومباريزن بيز كنترول عن الحاجات اللي فيها ارتفيشال انتليجنس، حاجات ممكن تبقى في النص بقى ليفلز كتيره مختلفه، ودي طبعا ممكن تديفاين نوع المود نفسه عن طريق نوع التارجت سكيم المستعمل. ممكن ندي بعض الامثله عن الفنتيليتور مودز الاساسيه اللي احنا لازم نكون عارفينها. بدايه سبونتينيوس بريدنج هو بيبقى فيه بمنتهى البساطه هو نفس الحاجه اللي احنا بنشوفها في الوضع الطبيعي، بيبقى في عندنا نيجاتيف بريشر. لو نتكلم على طبعا الاكسس ده بريشر، لما يكون في عندنا نيجاتيف بريشر بيبقى في عندنا بنسحب هواء من الخارج لداخل اللانجز، بعد كده بنعمل العكس بقى في الناحيه الثانيه، بيبقى في عندنا هواء خارج من اللانجز لبره وهكذا بالشكل ده كده. ممكن يبقى في النص في بوز
يعني المريض ممكن او اي حد يعني طبيعي ممكن هو في وقت من الاوقات كده ياخد بوز كده، ما ياخدش، ما يبقاش التنفس ماشي بشكل يعني بيريودك كومبليتلي كده بالشكل ده كده، بس في الاخر هو بيتم يعني بيطلع وينزل لليفل زيرو. ليفل زيرو ده هو ريلاتيف للاتموسفيريك بريشر، يعني في الاخر عند زيرو دي البريشر اللي داخل اللانس هو نفسه الاتموسفيريك بريشر. في نوع من انواع التنفس بنسميه السي باب اللي هو هنتكلم عليه بعد دقيقه واحده، الكونتينوس او الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر، بنتكلم على ان هو بياخد نفس الويف فورم دي كده، بيعلي بس الهواء، البريشر بتاع الهواء اللي داخل بيبقى اعلى شويه، وبالتالي اكني بحط دي سي اوفست كده على البيسكلي البيسك سبونتينوس بريذنج. فبالتالي المريض كل اللي بيعمله ان هو بيتنفس هواء البريشر بتاعه اعلى شويه، مش اعلى بمقدار كبير مثلا مش 2 3 بار، لا بنتكلم على حاجه 20 سنتيمتر اتش 2 او، which is يعني ما يعتبرش كتير، يعني يعتبر يعني ليفل اعلى شويه، صغيرين من الهواء العادي اللي احنا بنتنفسه. بس الحقيقه لقوا الناس ان في بعض المزايا للسي باب في علاج بعض الحالات، مثلا زي مثلا السليب ابنيا، بالنسبه لبعض الحاجات اللي هي لو في عندنا بعض الالفيولاي مقفوله ممكن يساعد ان هي تبقى مفتوحه بشكل ماتش مور افكتيف. ففي بعض الحاجات كده بتبقى لها في ادفانتج الناس تستعمل فيها السي باب. السي باب ما يعتبرش فنتيليشن، ما يعتبرش ميكانيكال فنتيليشن، هو بيستعمل في الاي سي يو، بس يعتبر واحد من الانواع اللي ممكن نعتبرها ان هي كفنتيليشن مود، هي سبونتينيوس بريذنج، بس البريذنج بيتم على بريشر اعلى شويه. في عندنا نوع تاني اللي هو بنسميه البريشر سبورت. البريشر سبورت ده بيستنى اللي هي بس البامب الصغيره دي اللي هي بتدل على ان البيشنت دلوقتي بيحاول يعمل spontaneous breathing، وهو يحط بقى pressure من الفنتيليتور عشان يساعده. يعني بمعنى ان انا دلوقتي البيشنت هو دلوقتي عنده عضلات التنفس ضعيفه، فانا بستنى لغايه لما يبتدي يحاول، واقوم انا بعد كده اضخ الهواء اللي هو محتاجه باستعمال pump علشان اساعده ان هو ياخد الهواء بشكل much more comfortably. اوكي، فده عشان كده بنسميه pressure support. اوكي، بنشوف ابتدى امتى وبحط بريشر، بعد كده اعلي البريشر في الهواء اللي رايح في الانسبايرد اير علشان اساعده انه ياخد النفس بتاعه بشكل اسرع. في نوع تاني اللي هو الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن، ده ملوش علاقه بالمريض خالص بقى، ده دلوقتي تايم كنترولد، بمعنى ان هو تايم سايكل وتايم كنترول تايم كل حاجه، يعني بمعنى زي ما انتم شايفين كده دي بيريودك، يعني بيريودك ويف فورم، يعني كل واحده من دول عباره عن انا بعمل دلوقتي انسبايريشن واكسبايريشن، انسبايريشن واكسبايريشن وهكذا بشكل منتظم كل وقت معين. يعني هنا مثلا ممكن يبقى الوقت بين الاثنين وبعض مثلا 3 ثواني مثلا زي ما شفنا قبل كده، وبالتالي ده بنسميه مانداتوري فنتيليشن. معناها ان هو لما بتكلم على مانداتوري معنى كده الجهاز بيقوم بكل حاجه. اوكي، فالمانداتوري فنتيليشن هو بيقوم بعمليه الاكسبيريشن والانسبيريشن والاكسبيريشن وكل حاجه. اوكي، هنا في الحاله دي ما بيعتمدش على اي حاجه المريض بيعملها خالص، يعني هنا ما بيشوفش اصلا المريض عاوز يتنفس امتى ولا مش عايز يتنفس امتى، وبيعمل التنفس بشكل منتظم كده بحيث المريض ما يحتاجش ان هو يتنفس خالص، ما يحتاجش ان هو لا يقوم بمجهود ولا يحتاج حتى كنترول على بدايه الانسبيريشن. في نوع بقى ممكن يعتبر ان هو ميكسشر بين الاثنين، ان هو ممكن يخلي يعني يبقى بيقيس الانسبيراتوري او يحاول يقيس المريض بيحاول يعمل ايه ويحاول يساعده بعض الاحيان، ده بنسميه سينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. مانداتوري معناه ان في عندي ويف فورم كده هو بيعملها، هو بيقوم بوظيفه اللانج كده في وقت من الاوقات، بس ما هياش كونتينوس زي هنا، لا دي انترميتنت. انترميتنت معناها ان كل مثلا ثلاثه سايكلز مثلا يعمل واحده، او كل اثنين سايكلز يعمل واحده انترميتنت. الريشيو بتاع عدد المرات المانداتوري بالنسبه لعدد المرات السبونتينوس ممكن المريض ممكن الطبيب ان هو يحددها لكل مريض. طبعا دي الحقيقه واحده من الحاجات اللي فعلا ممكن تبقى مناسبة جدا لمرضى الكوفيد 19، وطبعا ممكن كمان يحصل كومباينيشن بين التو مودز دول، يعني ممكن هنا يبقى في مانداتوري فنتيليشن انترميتنت مانداتوري فنتيليشن هنا، وممكن في السايكلز اللي هي سينكرونايز دي او سبونتينيوس اللي موجودة في النص دي ممكن ندي لها كمان سبورت، فيبقى في عندي سبورت هنا في السايكل دي، وفي هنا مانداتوري وهنا سبورت وهنا مانداتوري وهكذا. ممكن يبقى في كومباينيشنز بقى بين الحاجات دي وبعض بحيث ان احنا نعمل حاجه او الطبيب يختار الحاجه اللي انسب بالنسبه للمريض. ممكن برضو بالنسبه للسي باب اللي احنا كنا اتكلمنا عليه دلوقتي اللي هو الكونتينوس بوزيتيف
كونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر سي باب، ساعات بيسموه بيب اللي هو بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، ان هما الاثنين بيسكلي لو عندي دي سي اوفست بتبقى هي بيسكلي دي سي اوفست دي هي بتعلي لي البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، يعني البريشر في اخر اخر دوره التنفس كلها اللي هي في اخر الاكسبيريشن. فبيسكلي ساعات بيسموه الاي باب برضو اللي هو اكسبيراتوري بوزيتيف اند بوزيتيف اير واي بريشر. في الحقيقه هما كلهم نفس الحاجه، بيبقى في عندي دي سي اوفست موجود عندي على الويف فورم. ممكن نكومباين الاثنين دول، او يعني هما الاثنين حاجه واحده اكشولي. لو انا مثلا عندي كونتينوس مانداتوري فنتيليشن شكل الويف فورم بيبقى عامل كده، بدل ما تبقى مبتديه من عند الصفر ممكن تطلع شويه كده ويبقى في البيب زائد الايه اللي هو بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر عند في الويف فورم دي زائد الكونتينوس مانداتوري فنتيليشن. اوكي، عاده لو احنا بنتكلم على سيستم فيه سبونتينيوس بريدنج بنسميه سي باب. عاده لما بنتكلم على حاجه فيها فنتيليتوري، يعني عندنا مثلا كونتينوس مانداتوري فنتيليشن او سبورتد او كده، عاده بنسميها بيب. اوكي، بس هما الاثنين افكتيفلي احنا بنزود دي سي على الليفل بتاعت الريسبيريشن، على البريشر الموجود عندنا في الويف فورم. اوكي، فهنا مثلا بنتكلم على اهو دلوقتي الصفر عندنا تحت كده، لا ده اعلى شويه من الصفر، فهنا ده spontaneous breathing. لو عندي mandatory breathing يبقى شكله عامل كده، لو عندي intermittent mandatory ventilation بيبقى في عندنا واحدة mandatory وكذا واحدة synchronized وهكذا نفس الشكل ده كده، بس برضو raised مثلا هنا ب 10 سنتيمتر H2. اوكي، فهنا بيبقى ممكن يبقى فيه combination من الكلام ده والكلام ده. احد الحاجات اللي فعلا الناس لقت انها very effective ان فكره ان احنا نخلي فيه دي سي اوفست كده زي ما هو، ساعات الناس بتقول ان هي ما هياش كويسه، ساعات بتبقى فيها بعض المشاكل نتيجه لان المريض لما بيجي يعمل اكسبيريشن بيبقى عنده مشكله ان هو بيحاول يعمل اكسبيريشن مش اجينست الهواء الجوي اللي هو البريشر الجوي المعتاد، بيبقى فيه البريشر اعلى شويه فبيلاقي صعوبه في عمليه الاكسبيريشن. فالناس اقترحت ان هو يبقى في حاجه اسمها الباي باب باي ليفل بوزيتيف اير واي بريشر. اوكي، فاللي بيحصل فيه ان هو بيحط هنا في الوقت اللي بيبقى فيه انسبيريشن بيحط اوفست معين، وفي الوقت اللي فيه اكسبيريشن بيحط اوفست مختلف يبقى اقل شويه. الطبيب بيبقى عنده القدره ان يخلي الاثنين ليفلز دول يحركهم زي ما هم عايزين، يعني يخلي الاي باب اللي هو الانسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر اللي هو البريشر اللي محطوط في وقت الانسبيريشن يبقى مختلف عن البوزيتيف بريشر اللي موجود عندنا في حاله الاكسبيريشن. لو انا خليت دي بتساوي دي يبقى خلاص انا وصلت لحاله السي باب العاديه او حاله البيب. اوكي، بس الباي باب الحقيقه الناس لقت ان هو الحقيقه مفيد جدا، ولو عملنا باي باب مع حاجه زي سبورتد بريدنج بيبقى الحقيقه واحد من الحاجات المودز اللي مقترحه من ال WHO مثلا عشان علاج الكوفيد 19. فالحقيقه واحده من المودز اللي فيري افكتيف وشكلها ان هي ممكن تبقى لها بوتنشال حقيقه في الحياه اللي زي كده. طبعا كالمعتاد عندنا بعض المشكله في التسميه، في عندنا طبعا كل واحد من الشركات اللي هي كوميرشال هنلاقي انه نفس الحاجه موجوده فيها باسم مختلف. عامة لو لقينا حاجة فيها باي ليفل غالبا هتكون هي نفس الحاجة اللي بنتكلم عليها هنا. كيوزر انترفيس عندنا مجموعة حاجات أساسية لازم نحن ندخلها بالنسبة للمريض، يعني الطبيب بيحدد بالضبط اللي هيحصل ايه بالنسبة للأوبريشن بتاع الفنتيليتور عن طريق مجموعة من البارامترز. أول حاجة المود، المود زي ما احنا شفنا ممكن يبقى سي باب، ممكن يبقى سبورتيف بريدنج، ممكن يبقى مانداتوري بريدنج، ممكن يبقى انترميتنت مانداتوري بريدنج. اوكي، او فنتيليشن. اوكي، فالمود ده حسب ما بنحدده بيبتدي بعد كده يطلع لنا مجموعه بارامترز ثانيه سب بارامترز بقى للمود دوت ونقدر نحددها. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على عندنا الباي باب بيبقى عندنا اي باب والاي باب، لازم نحدد البريشر بتاعهم قد ايه. الريت لازم نحدد برضو الريت اوف ريسبيريشن اللي احنا محتاجينه قد ايه. لو بنتكلم على مانداتوري فنتيليشن وتايم سايكل يبقى لازم نحدد الريت ده لان هو ده يحدد لي بالظبط ايه اللي هيحصل. لو انا بستعمل مود تاني في السايكلينج غير التايم يبقى ساعتها الريت دوت بيبقى مور اوف بارامتر كده بنعمل عليه الارم، لما بيقل الريت عنه بيبقى بيسكلي بنعرف ان في مشكله ما موجوده. من الحاجات اللي بيتم تحديدها برضو ال FiO2 اللي هو فراكشنال انسبيراتوري اوكسجين كونسنتريشن، يعني ده برضو بيبقى نسبته من 21% لغايه 100% الطبيب بيحددها. التايدال فوليوم، تايدال فوليوم ده هو كميه الهواء اللي احنا بنتنفسها في وان انسبيريشن وهي نفسها كمية هواء اللي بنعملها expiration في نفس السايكل. فدي برضو واحدة من الحاجات المهمة اللي ممكن تبقى adjusted by the doctor. طبعا ممكن يبقى الoperation نفسه ممكن يبقى pressure controlled، ممكن يبقى flow controlled، ممكن يبقى volume controlled. ده بيتحدد الكنترول parameter ايه، يعني هنا مثلا ده بنتكلم على بنتكلم pressure controlled مثلا. اوكي، فده pressure controlled ventilation يبقى معنى كده ده دلوقتي الكنترول parameter بتاعه بيبقى pressure.
طبعا بيبقى في عندنا في اليوزر انترفيس ممكن يبقى في عندنا مجموعه من الالارم مسجز تقول لنا اذا كان في مشكله، يعني مثلا فوق هنا لو كان في اي حاجه من البريشرز مثلا المقاسه داخل الفنتليتور ما هياش مظبوطه بيديني الارم، لو في عندي مشكله في البارامترز مثلا زي تايدال فوليوم مثلا قياسه طلع اقل من المطلوب بيبقى في الارم. في حاجات كتيره الحقيقه كلها بتتعلق بالسيفتي بتاعت البيشنت بيبقى عليها الارم بتظهر لي في اليوزر انترفيس. عاده بيبقى كل البارامترز اللي بتكلم عليها كلها بتبقى موجوده، وعاده بيبقى فيه طبعا طريقه بسيطه علشان نقدر ان احنا نغيرها بشكل سلس يعني. بس عامه السيتنجز بتاعت الحاجات دي لو انا عرفت اعمل سيتنج للحاجات دي بيسكلي انا بحدد تماما ايه الفنتليتور ده بيعمل ايه. وعاده بيبقى فيه طبعا جرافيكال ريبريزنتيشن او جرافيكال ويف فورمز كده بتبقى لها علاقه بالبريشر، عاده بريشر وفلو وفوليوم، بحيث ان انا ابقى شايف الهيستوري بتاع المريض، وطبعا الويف فورمز بتتحرك زي الاي سي جي كده، بحيث ان انا ابقى شايف الهيستوري بتاع الفنتيليشن بتاع البيشنت دوت، ولو في عندي مشكله او شكل الويف فورم شكلها فيها حاجه شكلها مش طبيعي هو اولا بيدي الارم، ثانيا ممكن ان انا من الهيستوري بتاع المريض دوت من الويف فورمز دي ممكن احدد ايه المشكله واحاول ان انا اصلحها. الحقيقه طبعا المجال في الاريا دي مجال واسع، وطبعا انا الحقيقه يعني المجال اللي هي الفنتليتورز الحقيقه لو قريناها في الكتب الهندسيه بس هنلاقي ان هو الحقيقه محدود جدا، يعني دايما بنلاقي بس مجرد بلوك دايجرام ما بيبقاش فيه تفاصيل. فالحقيقه الكتب الطبيه الحقيقه يعني فيها كميه معلومات اكتر بكتير الحقيقه، ويعني حقيقه الجزء الهندسي فيها الحقيقه برضو يعتبر مرتفع، لان طبيب الريسبيراتوري كير عموما اللي بيشتغل في العنايه المركزه مثلا على الفنتليتور او بيشتغل في الانستيزيا ماشين لازم الحقيقه يبقى زي المهندسين بالظبط في تفكيره بالنسبه للبارامترز تعمل ايه بالنسبه لبعض، ويبقى فاهم العلاقات المختلفه بين الاجزاء المختلفه. فالحقيقه في الكتب الكتابين دول الحقيقه يعتبروا كتابين في الناحيه الطبيه اكتر، بس الحقيقه كميه المعلومات اللي لها علاقه بالجهاز الحقيقه مفيده جدا في الاثنين. فانا اقترح انه ممكن اللي يحب يقرا اكتر شويه يرجع للكتابين دول ويقرا فيهم اكتر شويه.